هنبدأ مع حضراتكم أخبار المحافظات من محافظة الغربية. فيها تم تنفيذ مشروعات خدمية في 54 قرية، أما في إنا فتم بدء أعمال رصف طرق بمدينة قفط ضمن الخطة الاستثمارية. كمان في الوادي الجديد تم توريد 495 ألف طن من محصول القمح للصوامع والشون بالمحافظة، وفي أسيوط تم افتتاح صيدلية التأمين الصحي لمرضى أورام الأطفال بمعهد جنوب مصر. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في الغربية أعلنت المحافظة أنه جرى التشغيل التجريبي ل 151 مشروع متنوع بين مدارس ومراكز شباب ومكاتب بريد ونقاط شرطة ووحدات صحية وتضامن اجتماعي ومجمعات زراعية بيطرية بتقوم بتقديم خدمتها للمواطنين في 54 قرية بمركز زفتة، حيث تم الانتهاء من عدد من المشروعات وبدء التأثيث والتشغيل التجريبي للمشروعات الأخرى. في قنا أعلنت المحافظة أنه تم البدء في أعمال رصف وتركيب بولدرات بشارع المستشفى بمدينة قفط ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي لمراكز المحافظة، واللي بتتضمن رصف الطرق والنظافة وتجميل الميادين وتحسين البيئة، وبتتم الأعمال بداية من كوبري المرور حتى كوبري الزعير بتكلفة مالية بلغت 1,780,000 جنيه. في الوادي الجديد أعلنت مديرية الزراعة أنه تم توريد 495 ألف طن من محصول القمح بجميع مراكز المحافظة، مع استمرار التوريد بكل الجمعيات الزراعية والشون والنقاط المسموح بها من مديرية التموين بكل قرية، حيث يجري استكمال حصاد وتوريد المحصول الاستراتيجي بالمحافظة اللي بيضم 328 ألف فدان قمح لهذا الموسم، بزيادة قدرها 8000 فدان عن العام الماضي بمتوسط إنتاجية 17 أردب للفدان. في جامعة المنوفية تم الإعلان عن نجاح طلاب الجامعة في تحرير 5974 مواطن ومواطنة من الأمية بدورة إبريل 2024 من خلال الفصول اللي تعاقدوا عليها بإدارات الهيئة العامة لتعليم الكبار. في البحر الأحمر أعلنت مديرية الأوقاف عن تخصيص 193 مسجد و9 ساحات لأداء شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك على مستوى مدن المحافظة السبعة، كما تم تنفيذ أعمال نظافة وتطهير حول المساجد بالتنسيق بين مديرية الأوقاف والوحدات المحلية. في جامعة أسيوط تم افتتاح صيدلية التأمين الصحي لمرضى أورام الأطفال بمعهد جنوب مصر للأورام، وده لتقديم رعاية صيدلانية آمنة وفعالة للأطفال المرضى اللي بيعالجوا بمعهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط، وأيضاً تسهيلاً على ذوي الأطفال في صرف العلاج التكميلي بعد الانتهاء من إجراءات الكشف مباشرة دون الذهاب لصيدليات التأمين الصحي خارج المعهد. في دمياط شهدت المحافظة افتتاح 5 مدارس بنطاق مركز ومدينة دمياط، حيث تم افتتاح عدد كبير من المدارس بعد تنفيذ أعمال التطوير والتوسعات وإنشاء عدد آخر، خاصة إن هناك جهود كبيرة في هذا القطاع اللي ساهمت في تحقيق طفرة وتخفيف الكثافة الطلابية بالفصول وتطوير المنظومة التعليمية.